أهلا بكم مشاهدينا في فقرة ضيف التحرير. نستضيف فيها الأستاذ سعيد الخمسي الخبير في مجال الإرهاب ورئيس مؤسسة مغرب الجهات للحديث عن انخراط المغرب في آليات التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين. مناسبة طرح الموضوع: تمكن المصالح الأمنية المختصة باليونان من توقيف مواطن مغربي كان يشغل مناصب قيادية في الكتائب العملياتية لتنظيم داعش الإرهابي بمعاقله التقليدية بالساحة السورية. وقد جاء توقيف المشتبه به على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المصالح الأمنية المغربية ممثلة في المديرية العامة للدراسات والمستندات والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. مساء الخير أستاذ الخمسي. مساء الخير أخت إيبان، ومساء الخير مشاهدات ومشاهدي ميديان. أهلا وسهلا بك. بداية أستاذ، ليست المرة الأولى التي يساعد فيها المغرب في إمداد الدول الأجنبية بمعلومات دقيقة في إطار محاربة التطرف والإرهاب، ما الذي استوقفكم في هذه العملية وفقا للتفاصيل المعلنة عنها؟ مساء الخير مرة أخرى الأخت إيمان. أعتقد أن قضية التعاون الأمني المغربي مع دول العالم، سأوضح لماذا دول العالم، وقضية سقوط ما يعبر عنه في الأدبيات الأمنية بصيد من الدرجة الأولى. نحن نتحدث عن اليوم عن 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 معتقل من الصف الأول أصبح فعلا روتينيا عاديا لا يستطيع أي أن ينكره. يعني مهما بلغت درجة، احنا تابعنا الحملة المسعورة على المغرب، لا يستطيع أي كان أن ينكر هذه الخصوصية التي أصبحت تميز الجهاز الأمني المغربي الآن، وهو صدقيته وتعاونه. الجديد اليوم شيئين أساسيين: الأول هو دخول دولة حديثة بالمعنى التعاون الأمني اللي هي اليونان، علما أننا نتذكر أن المغرب تجمعه مع اليونان اتفاقية التعاون المستدام، شق من هذه الاتفاقية فيه المجال الأمني. الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن هذه العملية من جهة أغلب العمليات التي تابعناها على الأقل في الثلاث سنوات الأخيرة كان يعلن فيها عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم يتم الإعلان عن المديرية العامة للدراسات والمستندات كطرف خارجي، سنتحدث عنها أعتقد في نقاشنا. الأمر الآخر الأساسي هو أن هذه العملية تمت بشراكة مع أربع دول أخرى، نتحدث عن اليونان وإيطاليا وإنجلترا والولايات المتحدة والمغرب، بمعنى أنها عملية ليست ثنائية بين المغرب واليونان، لكن هي عملية متعددة عاد فيها خمس دول. بمعنى الأخت إيمان أننا أمام، كنا نتحدث قبل عن استراتيجية متكاملة، عن ما يسمى بالمنظومة الأمنية المتكاملة. اليوم، وهذا أمر تحدثت فيه كثيرا، قلت أن بناء استراتيجية الأمنية مهما كانت الإمكانات والأموال لا يمكن أن يكون بين عشية وضحاها. البعد التاريخي أساسي. المغرب يعني راهن منذ على الأقل 20 سنة على بناء منظومة أمنية علمية فيها موارد بشرية مهيئة، فيها لوجستيك، وفيها الآن نتحدث عن صدقية، لا كريديبيليتي. الآن المغرب لا يمكن لأي دولة في العالم ألا تأخذ بعين أو مأخذ الجد تحذيرا يصدر عن الجهاز الأمني المغربي. لا يمكن لأي جهاز أمني في العالم ألا يكون على لائحة المؤسسات الأمنية التي يعتمدها في حماية ترابه المؤسسة الأمنية المغربية. إذن هذا أمر. الأمر الثاني ذكرته على السريع هو دخول المديرية العامة للدراسات والمستندات على الخط، على اعتبار أن البلاغ ذكر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومديرية العامة للدراسات والمستندات، على اعتبار أن المعلومات المتوفرة فيها شق يهم يعني هذا الشخص الملقب بأبو محمد الفاتح، تهم نشاطه داخل التراب المغربي، وهناك شق من المعلومات يهم نشاطه خارج التراب المغربي. فيما يخص الشق الثاني
يعني يدخل ضمن مهام مديرية العام المديرية العامة لدراسة المستندات فيما يخص الشق الأول، يدخل ضمن اختصاصات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهذا يعكس أننا أمام عقل أمني منظم في المغرب فيه تنسيق بين الجهاز الأمني الداخلي والجهاز الأمني الخارجي، وفيه إجابة ضمنية عن يعني ما ادعته بعض الصحف حول قضية تجسس وما إلى ذلك. الإجابة أعتقد أن النقاش سيتاح لنا فرصة أن نبسط في القول على أن الجهاز الأمني المغربي يشتغل ضمن ما يمكن أن أسميه بالديونتولوجيا الأمنية، بمعنى فيه كل دول العالم لها أجهزة أمنية تشتغل في الداخل ولها أجهزة أمنية تشتغل في الخارج، لكن النقاش هو هل هذه الأجهزة الأمنية تنتج سلما وأمنا عالميين أم هي عطفا على هذه الفكرة. أستاذ سعيد الخمسي، عطفا على هذه الفكرة، فكرة إسهام المغرب طبعا في الأمن والاستقرار عبر العالم وفي إطار ذكر، هل تذكرنا اليوم ويتذكر معنا الجميع نماذج أخرى أو وقائع أخرى كان للأمن المغربي دور كبير فيها، وبفضله وبفضل المعلومات التي تم الإدلاء بها تم تجنيب كل من الأقطار الأوروبية، كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، حدوث عمليات إرهابية كانت ستقع لولا هذا التدخل الأمني المغربي؟ نعم أختي إيمان، أعتقد أن كرونولوجيا تدخل الجهاز الأمني المغربي بتوفير معلومات أو بالتنبيه أو بالتوجيه لعدة دول يعني طويل جدا، يعني يصعب حصره، يعني طويل جدا، لكن نتذكر على الأقل في المدى القريب، وهذا تعبير ليس بلاغ مغربي، هو تعبير لوزارة الداخلية الفرنسا عندما قال البلاغ أن الأجهزة الأمنية المغربية يعني حصنت فرنسا من حمام دم. نتذكر قبل أيام المعلومات التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لإيطاليا، نتذكر أكثر يعني في سنة واحدة أكثر من 7 تدخلات أو 7 إسهامات توصيات من الجهاز الأمني المغربي لبلجيكا، نتذكر تفكيك خلية الجندي الأمريكي، نتذكر اليوم تضاف إليها اليونان، واليوم يعني مش اليوم يعني ونحن نتحدث يعني قبيل بداية البرنامج بلاغ لوزارة الجيوش الفرنسية تتحدث عن عملية نوعية في الساحل والصحراء لأحد كبار قيادات داعش الذي ولد وترعرع بمخيمات تندوف بالجزائر، بمعنى يعني على المستوى الكمي، لأن الآن يعني نناقش أمرين، المستوى النوعي والمستوى، على المستوى الكمي لا يستطيع أي كان أن ينكر الكم الكبير من التدخلات الأمنية المغربية التي أصبحت الآن مرجعا دوليا. على المستوى النوعي يعني أعتقد أن ما يصدر من بلاغات لا يغطي كل العمليات الأمنية، العمليات الأمنية بطبيعتها فيها شق يتم تفكيكه ولا يتم الحديث عنه لاعتبارات أمنية، أحيانا يتم تفكيك بعض الخلايا ولا يتم الحديث عنها في بلاغات صحفية، لماذا؟ لأن تكون هذه الخلايا لها امتدادات ولها ارتباطات، وتكون العملية الأمنية لم تصبح كما يقال بوكلي، لم تصبح مغلقة، ويكون العمل الأمني لا يزال مستمرا، بمعنى أن ما يصلنا كباحثين كمحللين من بلاغات يعني يعكس أن العملية فيها بعد أفقي تمتد لإفريقيا لأمريكا لأوروبا، يعني فيها البعد الجغرافي، فيها بعد أن ليست فقط خلايا إرهابية ذات بعد ديني، هناك خلايا إرهابية بخلفيات مالية، هناك خلايا إرهابية بخلفيات المخدرات والكوكايين وما إلى ذلك، هناك خلايا إرهابية بخلفيات التجار بالبشر، بمعنى أن المنظومة الأمنية المغربية الآن بما تقدمه للعالم من خبرة ونموذج إن صح التعبير لا تقتصر فقط على الشق ما يمكن أن نسميه بالإرهاب ده يعني ذا الخلفية الدينية، بمعنى أصبحنا أمام منظومة متكاملة مركبة استطاعت أن تجعل من تقديم
الخبرة. يعني الآن المغرب لا يقدم فقط معلومات، يقدم خبرة، ولا أدل على ذلك كونه يعني تم تجديد الثقة فيه هذا هو السؤال. منظمة أمم المتحدة. هذا هو سؤالي الموالي. هذا هو سؤالي الموالي أستاذ سعيد. نعم. الخمسي، يتعلق الأمر كما أسلفتم بمنظومة، يتعلق الأمر بجهود بين كما وكيفا هذه الجهود الأمنية المغربية، وقد وجد هذا التنويه الدولي الذي تفضلتم بالحديث عنه وجد ترجمته قبل أسابيع في شهر يونيو المنصرم، عندما افتتحت منظمة الأمم المتحدة مكتبا لمكافحة الإرهاب في إفريقيا في العاصمة المغربية الرباط، كما أن المغرب طبعا يترأس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وبالتالي هو لاعب أساس في محيطه الإقليمي، وهو لاعب معول عليه أيضا من أجل دعم جهود المنتدم الدولي في مكافحة الظاهرة الإرهابية في تراب القارة السمراء. نعم أخت إيمان، أعتقد أن لأن الاعتراف ليس فقط رسائل شكر. عندما تأتي الأمم المتحدة لأي دولة، وهذا تحدثنا فيه، قلنا أن المنظومة الأممية ليست منظومة مجاملات، هي منظومة مصالح بالدرجة الأولى. عندما تأتي الأمم المتحدة لتفتح مكتب الأمم المتحدة للتدريب في المغرب، هذا اعتراف عملياتي. عندما يجدد يعني الثقة في المغرب على مستوى منتدى مكافحة الإرهاب، هذا أمر ثاني. الذي أريد أن أشد إليه انتباه المشاهدة والمشاهد الكريم هو أن جزء من الحرب الإعلامية التي أعلنت في الأسابيع أو في الأسبوعين الماضيين على المغرب، كان جزء من القصد فيها ضرب هذه الوثوقية، ضرب هذه المصداقية التي توفرت للمملكة المغربية، وضرب، لأن عندما اتهم المغرب بكونها تجسس على مواطنين او على غيره، وهذا كلام يعني فقط للتنويه، لم يصدر ببلاغات رسميه عن اي دوله، صدر عن مؤسسات اعلاميه ومؤسسات بين قوسين تدعي ان لها اجندات حقوقيه، ولم يصدر عن دول يعني، وهذا امر في غايه الاهميه. هذا الامر القصد فيه تشويش على هذه المنظومه التي اصبحت بلغة الرياضيات مسلمة، بمعنى لا يناقش، لا يمكن الآن أن يكون أي منتدى أمني في العالم، لا يمكن أي مشروع لتطوير المنظومة الأممية الأمنية دون أن يكون المغرب رقما جادا وأساسيا ومركزيا في العملية. على اعتبار قلت أن التطور الذي حدث للمنظومة الأمنية المغربية لوجستيكيا وعلميا وتدريبا وتكوينا ومعرفة وخبرة، وعلى مستوى الموقع أساس الجيوستراتيجي للمغرب، أنه في تقاطع بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وهو في ملتقى يعني ذات برنامج يعني على مدى، أشرنا أن قلنا أن المغرب يعني يقع ضمن ملتقى تيارات الإرهاب، هذا التعبير يعني يقع بين ما يأتي من الشرق، ما يأتي الآن من إفريقيا، ما يأتي من دول الساحل والصحراء، ثم ما يأتي من أوروبا، لأن أوروبا لم تعد فقط مستهدفة بالإرهاب، أصبحت أوروبا منتجة مع عمليات العودة للمقاتلين من سوريا والعراق وغيرها، أصبحت أيضا أوروبا مصدر تهديد للعالم، لم تعد أوروبا يعني قارة مهددة، الآن أوروبا أيضا تنتج التهديد للآخرين باعتبار أنها يعني أرضية أو معذرة بلاتفورم للعائدين، سواء من أفغانستان تاريخيا، للعائدين من سوريا، من العراق، من وللهاربين أيضا من إفريقيا عبر إما الهجرة السرية أو غيره، بمعنى أن الآن النموذج المغربي أو الخبرة المغربية لم تعد موضع مساءلة ولم تعد موضع تجريب، الآن يمكن بكل علمية وبكل بساطة أن نقول أن التجربة الأمنية المغربية لم تعد ملكا فقط للمغرب، ولم تعد آلية لحماية التراب الوطني فقط، وإنما الآن يمكن أن أقول أننا أمام بداية نموذج تجربة تمتلكها الإنسان، يمتلكها تتحدثون عن نموذج تجربة، تتحدثون سعيد أستاذ سعيد الخمسي عن نموذج تجربة، وقبل أن نصل لمرحلة المنظومة الأمنية التي
تفيد في الخارج بقدر ما تحمي الداخل. مر المغرب من مرحلة الاستراتيجية الوطنية وجاءت في شكل مقاربة شاملة وتقوم على الاستباق، وهذه المقاربة الشاملة لم يتم التركيز فيها فقط على ما هو أمني، وإنما كانت مقاربة متشعبة. الهدف هو محاربة الفكر، تطويق السلوك والجانب الاستباقي من خلال طبعا توفير المعلومات وتفكيك الخلايا وإلقاء القبض على المشتبه فيهم قبل المرور لمرحلة الفعل. كيف تطورت هذه الاستراتيجية وفي شكلها الشامل قبل أن نصل لمرحلة المنظومة والتجربة التي يستفيد منها الآخر؟ نعم أخت إيمان، أعتقد أن الحديث يعني وهذا في واحد يعني تحدث يعني في السؤال كان كلمة تطور. الحديث الآن عن الشق الأمني يعني صرف هو حديث يعني أعتقد أنه 3-4 سنوات، لكننا نتحدث عن استراتيجية تمتد على الأقل من سنة يعني ونحن يعني نعيش أجواء عيد العرش يعني من 1990-2021. الأمر انطلق يعني في 1999 بمشروع الذي عرف في المغرب بتطوير الحقل الديني، إعادة الحقل الديني يعني لنسميه ما شئنا، ولكن كان القصد يعني منذ على الأقل 20 سنة، هذه أشياء كثير من الدول عاد بدأت فيها الآن، منذ 20 سنة انطلقنا في إصلاح الحقل الديني. إصلاح الحقل الديني انبنى على 3 أشياء كبرى: إصلاح الخطاب الديني، هناك مجموعة من المفاهيم كانت سرقت وأصبحت عند الآخرين، إصلاح الكادر أو الإطار الديني، نتحدث عن السادة الأئمة، عن السادة العلماء، عن المرشدات والمرشدين الدينيين، بمعنى المنظومة البشرية الحاملة للفكر الديني في البلاد. ثم نتحدث عن اللوجستيك والمنظومة، يعني إصلاح المساجد، يعني مجهود كبير للدار على مستوى ما يمكن أن نسميه بالبنية التحتية الدينية. إذا كان هذا الشق الأول. من 1995 سينطلق المغرب في ورش كبير اسمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، القصد فيها أن الرافع الديني، الرافع الثقافي، الرافع الفكري انطلق في 2000، ثم جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاصرة الفقر على اعتبار أن إحدى المداخل الكبرى للتطرف عموما الفقر التنموي. هو أحد المداخل الكبرى للتطرف. ثم يأتي إصلاح الحقل الديني، إصلاح قلت المنظومة ديال التنمية البشرية، إصلاح يعني الآن تحدث على منظومة الحماية الاجتماعية تدخل هذا، إصلاح المنظومة التشريعية المغربية. المغرب طور منظومة تشريعية متشعبة مركبة، فيها الشق الجنائي، فيها النصوص الدينية المرتبطة بالتدين، مرتبطة بتنظيم الحق الديني، فيها من أن المنظومة التشريعية في المغرب كانت تهدف إلى محاصرة شروط إنتاج التطرف. ثم تطورنا يعني من الديني الى 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 التنموي الى الثقافي الى البشري الى لتاتي المنظومه الامنيه بالمعنى الصرف، يعني تضيق للمفهوم الامني في اخر الحلقه. الان نحن نتحدث عن استراتيجيه امنيه على الاقل فيها واحد 9 محاور كبرى، فيها الشق الديني، الثقافي، التشريعي، الاجتماعي، فيها الشق الاعلام اللي عرف واحد تطور كبير، فيها الان فيها مؤسسات العلماء سواء في الداخل أو في الخارج، والآن يعني نعيش اعترافا إفريقيا على أن تجربة مؤسسة محمد السادس للعلماء والأئمة الأفارقة، وعلى الرغم من أنها فتية يعني عمرها قصير جدا، بدأت تؤتي أكلها في كثير من الدول. يعني ونتحدث عن دول فيها بؤر، نتحدث عن نيجيريا، نتحدث عن النيجر، نتحدث عن تشاد، عن مالي، يعني عن كوت ديفوار، يعني بعض الدول التي تعرف نوعا من التطرف العنيف جدا في الحركات الإرهابية. الأخت إيمان يعني معك المشاهدات والمشاهدين الكرام، أعتقد بأننا الآن يعني وهذه 20 سنة وإحنا في مناسبة يعني عيد العرش، أن أي تقييم ولو لم يكن نزيها لن يستطيع أن يسقط على المغرب أنه استطاع أن يبني منظومة أمنية ليست فقط أمنية بالمعنى الصرف أو بالمعنى احتكار العنف من طرف الدولة، بمعنى فيها شق إنساني، فيها شق حتى استراتيجية ديال المغرب لإدماج الإخوة الأفارقة في المنظومة المغربية تدخل ضمن هذا الاتجاه.
حتى الجانب ربما الحقوقي في إطار فتح الباب أمام المراجعات وأيضا أمام العودة إلى حضن المجتمع وإعادة إدماج هؤلاء يعني بعد قضاء العقوبات الحبسية. نتحدث هنا على التجربة يعني التجربة الكبيرة لرابطة المحمدي لعلماء المغرب. مهما كان التقييم يعني أحاول هنا أن يعني أن عندما أناقش أن أطرح الأمور حتى في حدها الأدنى. ما تقوم به الرابطة ليس بالعمل البسيط بتاتا، ومهما كانت النتائج ولو أعتقد أخت إيمان ولو تكون 10%. تقصدون المنصات الرابطة، تقصدون المنصات المخصصة للشباب لليافعين وحتى للأطفال، هناك العديد من المجهودات تبذل في هذا الاتجاه. هناك مجهود يعني العمل اللي قمت به الرابطة المحمدي للعلماء فيه أولا فيه المراجعات، فيه التأطير، فيه المؤثرين على الوسائط الاجتماعية، فيه المراجعات، وهذا أمر ليس بالبسيط، لأن عندما نتحدث عن المراجعات لنسائل التجارب الكبرى في كل العالم الإسلامي، ليس فقط للتطرف العنيف بل كل الأفكار الدينية عموما، حتى الأفكار الدينية غير متطرف. الآن المغرب من الدول التي استطاعت أن تبني نموذجا جيدا جدا في المراجعات الدينية حتى للتنظيمات التي لا تتبنى العنف بالمعنى المادي، بمعنى أننا استطعنا أن نخلق في المغرب بيئة سمتها الثقة، سمتها أن الدولة لا تحقد على أحد ولا تحقد على أبنائها، حتى الذين قضوا سنوات في السجون عندما يراجعون عندما يعودون يستطيع المجتمع أن يدمجهم ويستطيع، لأن الدولة لا تحقد على الأفراد، وهذا قلت ذات مرة على قناتكم، قلت أن الدولة لا تصلي ولا تصوم، الدولة هي الوعاء المشترك لنا جميعا. بالتالي القضية الأمنية في المغرب ليست قضية المديرية العامة للدراسات والمستندات، وليست قضية المديرية العامة للمراقبة التراب الوطني، وليست هي قضية مجتمعية، وهذا الذي يجب الانتباه إليه في هذه المناسبة، أن المغرب استطاع أن يجعل القضية الأمنية قضية مجتمعية. لذلك يعني لا نبالغ ولا نزايد عندما نقول أن المجتمع المغربي مجتمع طارد للإرهاب، المجتمع المغربي مجتمع طارد للعنف. لم يتبقى من الوقت إلا بعض الدقائق، أريد أن أعود معكم لهذه الحملة وهذا الاستهداف الممنهج وهذه ربما الجهات التي يسوءها هذا الحال وموقع المغرب في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. إلى أي حد المملكة المغربية موفقة في الترويج لدورها وفي التواصل حول إنجازاتها وفي توضيح هذا المعطى بشكل كاف، خاصة لرأي العام، لا أقصد المحلي وإنما الرأي العام الدولي أيضا؟ هؤلاء الذين أسميتهم الذين يسوءهم، يعني سماهم الدكتور عبد الله بوصوف في مقال جميل المنزعجون من الثورة الهادئة في المغرب. يعني أعطي مثالا واحدا، يعني قبل أسابيع كنا نترافع ضد إسبانيا في قضية بن بطوش أو إبراهيم غالي، وكنا نقول لإسبانيا إن القضية أبعد من قضية حسابات، إن القضية مع بن بطوش وإدخاله إلى إسبانيا بوثائق مزورة هو يعطي الانطباع أن إسبانيا دولة تزور الوثائق، وكان العالم يقول لا. الآن ألا يعتبر إقالة وزيرة الخارجية في إسبانيا اعتراف بأن الطرح المغربي كان طرحا سليما؟ ألا يعتبر اعتراف يعني بالأمس اعتراف مدير ديوان وزيرة الخارجية السابقة أن كان هناك فعلا تآمرا وكانت هناك معرفة مسبقة لدى وزارة الخارجية إسبانيا بأن هناك شخص سيدخل بهوية مزورة لإسبانيا؟ هذا الأمر عندما كان يترافع المغرب كان البعض يعتبره مزايدة، كان المغرب يقصد من وراء مرافعته التالي، أن قضية أن تزور دولة وثائق هو يدخلنا بين قوسين ضمن الشوش الإرهابي. كيف غدا سترفض أن يدخل يعني واحد من سوريا أو من مالي أو من كذا بوثائق مزورة وأنت تمارس التزوير بصفتك دولة محترمة؟ الربط واضح بين القضيتين. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات الأستاذ سعيد الخمسي الخبير في مجال الإرهاب ورئيس مؤسسة مغرب الجهاد. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، والأخبار متواصلة على قناتكم ميديا ان تي في، تفضلوا بالبقاء معنا.